عرفتي سكو جو تخوف تري تري انتيريسون في هذا الديكور هذا ديال لو بلاطو كو جيم بوكو، وهو كيفكرني في لو روغار ديال المجتمع نحو مريض السرطان. سميتي كوثر ويبعا، انا من مواليد مدينه ولاد تيما في سوس. تماك فين قريت حتى جيت الباك ديالي، ومن بعد مشيت لمدينه اكادير فين كملت الدراسات العليا ديالي. وهادي 12 عام باش ساكنه انا في الدار البيضاء، حيت جيت كنخدم كاطار في مؤسسه ماليه. عندي بزاف ديال الهوايات، منها الغناء، كنحماق على شي حاجه سميتها الغناء والموسيقى والفن، وكنغني في مجموعات موسيقيه. كنحماق على شي حاجه سميتها الحيوانات، كنصطاد عليهم، وهذا الشيء راجع للطفوله ديالي اللي عشتها في الباديه، تماك فين كبر فيا الحب ديال الحيوانات. وعندي واحد الحب كبير لشي حاجه سميتها السفر، السفر بوحدي سورتو. سافرت 26 دوله، ماشي بزاف بزاف، حيت بديت السفر حتى من بعد ما خدمت، لان العائله ديالي متواضعه، دونك ديكو حتى ولا عندي الاستقلال المالي ديالي عاد بديت كنسافر. و انا اليوم معكم حيت نهار 7 في شهر 7 سمعت واحد الجمله اللي ما كنتمنى حتى واحد يسمعها شي نهار، واللي ما كنتش كنتسنى انني نسمعها في داك النهارات، وهي انه عندي ورم ديال السرطان في الذات ديالي، في الثدي ديالي الايمن. نهار 7 شهر 7 قالوا لي بلي راه عندي مرض سرطان ديال الثدي. انا اللي لقيتها عن طريق الصدفه، ومني شفتها باقا كاينه دونك مشيت عند الطبيب، درت تحاليل لازمه، بعد كونفيرمات ليا. ما فهمتش علاش كيفاش كنقول لا يقدر، انا عايشه في كابوس، امتى غنفيق منه؟ حيت ما يمكنش انا ديك السيده باقا شابه، ما عنديش في العائله ديالي، كنديها في راسي، ما يمكنش. علاش كيفاش غادي تجيني؟ واش كاين شي خطا يقدر، ولا واش كاين غيكون غير خطا، ولا انا باقا، ولا هذا شي سي ان كوشمار انت غير غنفيق منه. ايوا دوزو الايام ما فقتش من داك لو كوشمار، وعرفت بلي راه عندي مرض السرطان وخاصني نبدا العلاج ديالي. وهكذا تقبلت المرض ديالي، لانه في الحياه الا كتحطك في واحد الموقف جد صعب، خاصك تلقى شنو هو الحل، اللي كتلقى الحلول. شنو هما الحلول؟ البكاء، الحزن، الاحباط، المشاعر السلبيه كامله ما غاديش تفيدني في حتى حاجه، على العكس يقدر انها ما تساعدنيش في العلاج ديالي، وتخلي هاد لي بروف، هاد التجربه اللي اختارتني انا دوز عليا صعيبه 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 بزاف. داكشي علاش انا من ديك ايام قليله من بعد ما قالوا لي عندك مرض السرطان، اختاريت انه الابتسامه تكون هي السلاح ديالي باش نواجه هذا المرض. هذا نهار تاكدت من الاصابه ديالي بمرض السرطان، عرفت انني غادي نبارطاجي ليستوار ديالي والمعلومات كاع اللي جمعت على هذا المرض هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ لانه قبل ما نتاكد من الاصابه ديالي به، مشيت قلبت انترنت، وهذا ريفليكس عادي كيديرو اي واحد فينا. دونك انا مشيت جوجلت ولقيت واحد المعلومات جد 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 سلبيه، اللي كطيح عليك الضيم، واللي ما كتعطيكش امل في انه الشفاء غيكون سهل، واللي كتمرضك بلوس قبل ما يتكونفيرما لك المرض. دونك اون فوا تكونفيرما ليا، انا عرفت بلي راه غادي نعتبر هاد ليبروف بحال رحله اختارتني، ماشي انا اللي اختارتها، وغنبارطاجي لي زاستوس كيما مولفه كنبارطاجيهم مع الناس كاملين، نقول لهم هو من لو دياغنوستيك حتى الاخر. دونك جو مي سوي دي كاوتسار، انت كنتي دوبي توجو بغيتي تبارطاجي و تي تو دوكيمونتي، كنت كنتسنى انني نبارطاجي حتى انت لي العلاج، ولكن قلت نو 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 في لو ماتنون سيل تو بلي، ما تسنيش، ما تضيعيش الوقت. كاينه شحال من وحده كتقول انا صغيره ما شوي با باش شوي با كونسيرني، نو نو، هذه فكره غلطه. لو كونسير كيشد الناس صغار، كيشد ميم لي جون في عندهم 18 عام 21 عام، دونك دوكو اي واحد يحس بشي حاجه في الشكل في ذاته يمشي عند الطبيب. عرفتي سكو جو تروف تري تري انتريسون في هذا لو ديكور هذا ديال لو بلاطو كو جيم بوكو، وهو كيفكرني في لو روغار ديال المجتمع نحو مريض السرطان. واحد لو روغار اللي كيكون فيه دي فوا يا الشفقه يا كتكون فيه الخلعه، وحده من الجوج جلوبالمون هادشي اللي كيكون.
الشفقه مسكينه مسكين مريض ما هادي ما كنحملهاش. كتزعجني بزاف هاد النظره ديال الشفقه، ما كنفهمش علاش بنادم كتعصبني دونك ما كنبغيش شي واحد يقول لي مسكينه. وثاني حاجه وليا اونكور بيغ نظره ديال الخلعه، ديال انه عندك كيما كيعادي الكونسير بحال كورونا فيروس بوتيتر. هادي مالوروزمون راه باقا كاينه عندنا في المجتمع ديالنا. دونك انا الناس المرضى ديال السرطان كنبغي نقول لهم النظره اللي خاص تكون مهمه عندكم وهي النظره اللي كتعطيو لريوسكم نتوما على ريوسكم. ما تسوقوش النظرات ديال المجتمع، غادي يكونوا كيشوفوا فيكم وغيكون هادشي ديال مسكين اولا عندك. نساوهم، ديوها في راسكم في هذه الرحله هذه وتكونسونطريو كاع التركيز ديالكم على رحله الشفاء ان شاء الله، وما يكون غير الخير. لانه هذه الرحله هذه واخا طاح لكم فيها الشعر والشفار وليسيل ولي تصفرين وما بقيتوش كتاكلوا اكسيتيرا اكسيتيرا كاع المضاعفات ديال العلاج الكيماوي، ولكن غتخليكم بان شاء الله ملي غادي تبراو اقوى واقوى واحسن، وغتولي الشخصيه ديالكم حاجه رائعه بزاف. دونك الا كانت تمن انكم تخسروا شويه الشعر اللي غادي يبدا ينوض لكم بعد فماشي مشكل. سوف الاخير كنبغي كنقول اي مريض سرطان، شوف راسك في المرايه وابتسم ابتسامه خارجه من القلب وغيبان لك بلي راك باقي زوين اولا احسن كاع وليتي اجمل واجمل بالقوه اللي كاينه عندك في الشخصيه ديالك. لان الحاجه المهمه واللي تعلمتها انا من هذا المرض ديالي وهو الجمال اولا اللي كيهم في هذه الحياه ماشي هما المظهر الخارجي اللي ما كنختاروش، اهم حاجه وهي الجمال ديال الروح ديالنا، وهذا اللي خصنا نخدموا عليه باش كل نهار ندوزو نتعلموا شي حوايج باش نولوا احسن واحسن واحسن. دونك هذا هو الميساج ديالي.